السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس علي. إن شاء الله ده اللقاء 60 على قناتنا على اليوتيوب، واللقاء الثالث في نظام التأريض الإيرثينج سيستم أو الجراوندينج سيستم. اللقاء الأول في نظام التأريض كان إنترودكشن، مقدمة عن المواضيع اللي احنا او النقاط اللي هنتكلم فيها في موضوع نظام التأريض. الفيديو اللي فات اللي هو رقم 2 كنا اتكلمنا فيه عن الالكتريك تشوك، الصاعقة الكهربية، الالكتريك تشوك الصاعقة الكهربية، وعرفنا اسبابها ايه وتعرفنا على كل الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الصاعقة الكهربية. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن نقطة مهمة، وهي تعريف الستيب فولتج والتاتش فولتج، جهد الخطوة وجهد اللمس. جهد اللمس احنا عارفينه، يعني بمعنى ان اي انسان هيلمس جزء، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هيلمس جزء لايف كابل كهرباء او سلك مكشوف، سلك ما عليهوش عزل، هيلمسه السلك ده عليه فولتج، هيؤدي لمرور تيار كهربي في جسم الانسان من جسم الانسان للارض. يعني هيمر التيار الكهربي من طرف السلك او الكابل لجسم الانسان للارض، وبالتالي هيتعرض الانسان لصدمة كهربية. تمام. طيب طبعا مش بس لو الانسان لمس كابل او سلك بدون عزل، على السلك ده عليه فولتج جهد. تمام. كمان لو الانسان لمس جسم معدة كهربية، المعدة ديت حصل فيها مشكلة شورت سيركت جوه، تمام، فادى الى ان ملفات المعدة دي عليها كهرباء، فلمست جسم المعدة المعدني والانسان لمسها، فبرضو نفس الكلام هيمر من خلال جسم الإنسان تيار كهربي للأرض، وبالتالي هيتعرض الإنسان لصدمة كهربية. وقلنا الفيديو اللي فات الإنسان مش هيتعرض لصدمة كهربية إلا إذا كمل الدائرة الكهربية، يعني التيار مر من المصدر، من الفيشة أو البريزة اللي موجودة عنده في البيت، أو السلك اللي بدون عزل، السلك العريان يعني، لمسه، مر في جسمه تيار كهربي، نزل الأرض ورجع التيار الكهربي لنقطة المحول أو نقطة المولد وكمل الدائرة الكهربية. في الحالة دي فقط هيمر في جسم الإنسان تيار كهربي، وبالتالي ممكن يتعرض لصدمة كهربية. طبعا الطرق التغلب على المشكلة دي هنتعرف عليها إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، هنحل المشاكل دي كلها إن شاء الله. ولكن هل بس كده ممكن الإنسان يتعرض لصدمة كهربية؟ عرفنا كمان الفيديو اللي فات إن الإنسان ممكن كمان لو لا قدر الله في لايتنينج ستروك، صاعقة كهربية اللي هو تفريغ الشحنة الكهربية اللي موجودة في السحب أثناء البرق، في أثناء المطر، الصاعقة الكهربية اللي بيحصل تفريغ شحنات من السحابة اللي موجودة في السماء للأرض، لو كان الإنسان موجود في منطقة فاضية، وبالتالي ممكن يتعرض الإنسان لصدمة كهربية كمان. طيب هل الموضوع يقتصر على كده بس؟ لا، قال لك كمان لو في كابل مرمي على الأرض والكابل ده انرجايزد ومفيش أجهزة بروتكشن اشتغلت خالص، فالكابل ده هيفرغ تيار كهربي في الأرض، وبالتالي الأرض ذات نفسها هيكون على جهد. لو الإنسان مشي في المنطقة دي بدون ما يلمس الكابل ممكن يتعرض لصدمة كهربية. تعالوا نشوفه مع بعض كده زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. لو ده عمود مثلا تاور زي ما احنا شايفينه كده، التاور ده حصل كان بيشيل كابل كهرباء زي مثلا الهاي فولتج، الجهد العالي اللي احنا بنشوفه في المزارع وفي الصحاري. لو حصل بريك داون للعزل ده، العزل ده لأي سبب من الأسباب، العزل ده بيكون من البورسلين، لو العزل ده انكسر والجسم والكابل ده اللي عليه كهرباء ده لمس الجسم المعدني للعمود او للطور ده، لو حصل ان انسان لمسه بشكل مباشر هيتعرض لصدمة كهربية، هيمر في جسمه تيار كهربي الاي فولت او اللايف كوندكتور، حصل فولت واللايف كوندكتور لمس المعدن، بالتالي هيمشي تيار اي اف اي فولت، هيمشي في الميتال بارت ده جسم العمود المعدني. تمام. والإنسان لمسه
وبالتالي في الحالة دي هيمر تيار كهربي في جسم الإنسان، تمام، ويمشي في الأرض. هيمشي في الأرض طبعا، هيروح لحد المصدر source ويكمل دايرته تاني، هتيجي في الكوندكتور ويمشي في جسم الإنسان ويكمل الدائرة الكهربية بتاعته. طيب الإنسان ده كمان اتعرض ليه حاجة اسمها VS، الستيب بوتنشال أو الستيب فولتج، جهد الخطوة كمان، في جهد هنا، فرق جهد ما بين أطراف رجلي الاثنين، وبالتالي هيمر تيار كهربي هنا، وبالتالي ممكن يتعرض الإنسان ده كمان لصدمة كهربية. يبقى في الشكل اللي قدامي ده عندي لايف كوندكتور، عندي ميتال بارت، اللايف كوندكتور لمس الميتال بارت، عندي إنسان لمس الميتال بارت، مر في جسمه تيار كهربي، في شحنة متفرغة في الأرض هنا، في إنسان ماشي بعيد عن العمود كمان، يعني ده بعيد عن العمود خالص، وكمان هيتعرض لصدمة كهربية عشان في حاجة اسمها الستيب بوتنشال أو الستيب فولتج. تعالوا نتعرف مع بعض على الـ VT اللي هو التاتش بوتنشال والـ VS الستيب بوتنشال. إيه هي الحاجات اللي بتتوقف عليها قيمة الـ VT والـ VS؟ هل أي قيمة للـ VT والـ VS ممكن يتعرض الإنسان لصدمة كهربية وبالتالي ممكن تضر بالإنسان، ولا في قيم معينة للـ VT والـ VS؟ طيب من الشكل اللي قدامنا ده برضو كمان زيادة تأكيد، التيار الكهربي بيساوي الكيو على التي، كلنا نعرف المعلومة ديت، ان التيار الكهربي ما هو الا عبارة عن شحنات كهربية، معدل تغير الشحنات الكهربية بالنسبة للزمن، او معدل سريان الشحنة الكهربية بالنسبة للزمن، كيو اللي هي الشحنة، شحنة الالكترونات، على التي طبعا الكيو بالكولوم، على التي بالسكند او التايم اللي بيمر فيه الشحنات دي. يبقى التيار الكهربي شحنات بتمر في الارض. لو احنا عندنا حاجة زي دي كده، وليكن ده مثلا 10 كيلو فولت، وده مثلا عمود كهربي، والكابل اللي شايل 10 كيلو فولت ده لمس جسم العمود الكهربي، فحصل ان الشحنة بتتفرغ في الارض. لو نلاحظ من تفريغ الشحنة بتعمل دوائر، الشحنة الكهربية تتفرغ في شكل دوائر، كل الدائرة دي عند الدائرة دي 9 كيلو، عند الدائرة دي 8 كيلو 7 كيلو، وانت ماشي كده الشحنة الكهربية بتقل. ليه بتقل وانت ماشي في دوائر حوالين النقطة اللي حصل فيها شورت؟ لأن مقاومة الأرض بتزيد، وبالتالي كل ما بتمشي كده أفقيا كل ما بتمشي كده المقاومة بتزيد، وبالتالي الفولت بيقل، الفولت بيقل وانت ماشي. زي ما احنا شايفين كده الإنسان الواقف ده اتعرض لإيه؟ الإنسان الواقف ده في فرق جهد، هو واقف عند نقطة 8 كيلو و 9 كيلو، ففي فرق ما بين رجليه الاثنين 1 كيلو، 1 كيلو فولت، وبالتالي في فرق جهد ما بين نقطتين، هيمشي تيار كهربي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل، زي ما احنا شايفين كده هيمشي في جسمه تيار كهربي. ده فكره الستيب فولتج. التاتش فولتج عارفينه، جسم واحد لامس سلك كهرباء عليه 220 فولت بقى، وجهد الارض زيرو، بقى عليه فرق جهد 220 فولت على مقاومه الانسان، يطلع الاي بادي اللي هو التيار اللي هيمر في جسم الانسان. الستيب فولتج بنفس الفكره اللي احنا شايفينها دي. تعالوا نعرف العوامل اللي بتوقف عليها الستيب فولتج. طبعا كل السلايدز اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، من اول السلايد اللي احنا بنتكلم فيها دي وانت ماشي كده ونكمل للاخر، ان دي كلها جايه من الاي تريبل اي، جايه من الاي تريبل اي 2018 2013 معذره، اي تريبل اي 2013 والبريتش ستاندرد والاي سي ستاندرد. كل يعني البريتش والاي اي سي والتريبل اي، الثلاثة دول بيتكلموا عن البروتكشن وعلى الستيب فولتج والتاتش فولتج، ولكن السلايدز اللي احنا جايبينها دي كلها من الاي تريبل اي، وهديكم الريفرنس بتاعها دلوقتي، تمام. التاتش فولتج والستيب فولتج احنا اتعرفنا عليهم بيجوا ازاي، ده القانون بتاعهم. الاي تاتش والاي ستيب، الاي تاتش بيساوي الاي بي، الاي بي اللي هو الاي بادي، التيار اللي بيمر في جسم الانسان، والار بي اللي هي مقاومه جسم الانسان، الار بادي بلس 3 و125 من الف، الار اس في السي اس، الار اس اللي هي السويل ريزيستيفيتي، السويل ريزيستيفيتي اللي واقف عليها الانسان، والسي اس ده فاكتور بيعتمد على الطبقه او السيكنس بتاع التشطيب او الطبقه اللي موجوده في الارض تحت فوق السويل، يعني مثلا زي ارض خرسانه، تمام، عليها تشطيب مثلا رمل وسيراميك، بتحسب السماكه بتاعه السيراميك مع الرمل، تمام، وبتعتبر عندك الريزيستيفيتي الاساسيه مثلا الخرسانه، تمام. لو مثلا واحد ماشي على الارض والارض ده عليها طبقه من مثلا الكونكريت في محطه كهرباء مثلا، في عندك سماكه
لطبقة الخرسانة وطبيعة الأرض اللي فوق الخرسانة دي مثلا رمل. دي هنتعرف عليها بالتفصيل دلوقتي. يبقى احنا عندنا في ار اس السوير ريزيستيفيتي، والسي اس ده معامل بيعتمد على السيكنس، الطبقه اللي واقف عليها الانسان اثناء لمسه للجسم المعدني اللي عليه تيار كهربي، او لمسه الكابل مكشوف او كابل عريان معلوش عزل. تمام، يبقى عرفنا القانون ده. طبعا هتقول القانون ده جاي منين؟ القانون ده ليه اثبات. احنا انا صراحه القانون ده انا شفت اثباته، ولكن مفيش داعي ان احنا نخش في التفاصيل بتاعته. ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان القوانين دي طلعت، عملوا مجموعه من التجارب على شخصين، مش شخصين، على وزنين للاشخاص، وزن 70 كيلو 50 كيلو لمجموعه من الناس، وفي الاخر طلعوا القوانين اللي قدامنا دي. يبقى القوانين دي جايه عن تجارب عمليه لفئتين من الناس، ناس وزنها 50 كيلو وناس 70 كيلو، عملوا شويه تجارب وطلعوا من القوانين اللي احنا بنتكلم فيها دي. تمام، يبقى عرفنا الاي تاتش والاي ستيب كمان، والاي ستيب نفس القصه. طب تعالى نتعرفوا على الاي بي بنجيبها ازاي، والار بي والار والرو اس والسي اس بيجوا ازاي. ده الريفرنس اللي بنقول عليه، الاي تريبل اي ستاندرد 80-2013. لو دخلت على الاي سي ستاندرد ديت الريفرنس ده هتلاقي كل القوانين اللي احنا بنحكي فيها دي. طيب البادي كارنت ليميتس، التريلابل بادي كارنت ليميتس، يعني التيار او الحدود بتاع التيار اللي بيمشي في جسم الانسان المقبولة او المسموح بها. الاي بي بتساوي 116 من 1000 على جذر تي اف. تي اف اللي هو الايه؟ تي اف اللي هو الفولت كليرينج تايم. الفولت كليرينج تايم يعني الوقت اللي اجهزة الحماية هتفصل فيه الدايرة، هتفصل الاي فولت تيار شورت سيركت. ده بيعتمد على أجهزة الحماية اللي موجودة في الدائرة اللي عندك. زي ما قلنا ده بيعتمد على الأوزان، ده للناس اللي مثلا 50 كيلو وده 70 كيلو جرام. طب واحد يقول لي مثلا الناس الأكبر من 70، هيبقى نفس القانون برضو، هيبقى نفس القانون برضو. تمام، هيحصل تغيير بسيط ولكن هيبقى التغيير مقبول. تمام، طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاي بي بتيجي منين. التي اف بيقول لك من 3 من 100 إلى 3 سكند، 3 من 100 ل 3 سكند. طب هتقول انا اعرفها منين؟ حضرتك هتشوف اجهزه الحمايه اللي عندك، اجهزه الحمايه اللي موجوده عندك هتشوفها. الناس ترجع للفيديوهات بتاعت السيركت بريكر هتلاقي فيها التايم ده ممكن بتحدد ازاي، التايم اللي بتفصل فيه السيركت بريكر، او من خلال الكيرف للسيركت بريكرز العموميه اللي عندك في المشروع هتقدر تطلع منها التي اف اللي هو الكليرنج او الفولت كليرنج تايم. تمام، من 30 ملي سكند الى 3 سكند. طيب عرفنا نجيب الاي بي منين، تعال نجيب الاي الار بي اللي هي البادي امبيدنس. البادي امبيدنس احنا قلنا الفيديو اللي فات اكونستانت بادي امبيدنس 1000 اوم. يبقى الاي بي عرفنا بتيجي ازاي. تمام، والار بي 1000 ثابت عندك، احنا قلنا الستاندرد بتبقى 1000. طبعا دي ار اف احنا مش محتاجينها في القانون معانا، اللي هي الفوت الريزيستنس اوف فوت. الانسان بيشوف المقاومه تحت رجل الانسان بيطلعها بالقيمه دي. برضو في فاكتور هنا الرو اس والسي اس. الرو اس ريزيستيفيتي اوف سيرفيس لاير، الرو اس الريزيستيفيتي بتاعه السيرفيس لاير. سيرفيس لاير يعني طبقه السيراميك اللي انا واقف عليها، طبقه البورسلين اللي انا واقف عليها، طبقه الخشب اللي انا واقف عليها، طبقه الخرسانه اللي انا واقف عليها، طبقه الرمل اللي انا واقف عليها، الطبقه السيرفيس، الطبقه اللي انا واقف عليها. تمام، حلو. طيب السي اس زي ما قلنا اللي هي السكيلينج فاكتور ديو تو بريسنس اوف ذا بروتكتيف سيرفيس لاير. اهو سكيلينج فاكتور ناتج من البروتكتيف سيرفيس لاير. السيرفيس لاير البروتكتيف اللي هي موجوده على التربه العاديه، زي ما قلنا لو كانت خرسانه او كانت صخر او كانت جرافلز حصى او كانت مثلا رمل ناعم، كانت سيراميك، الطبقه اللاير دي. تمام، طيب الرو اس هنجيبها بتبقى معروفه، هنعرف دلوقتي في الاستاد الجاي. الار بي عرفناها والاي بي عرفناها، والسي اس هنعرف هي بتيجي ازاي. ادي ده قانون السي اس، قلنا القوانين دي كلها جايه من الاي تريبل اي زي ما قلنا، ارجع للريفرنس هتلاقي القوانين ده فيه. السي اس بيساوي 1 ناقص 9 من 100 في 1 ناقص رو على رو اس على 2 اتش اس زائد 9 من 100. هتقول القانون ده جاي منين؟ قلنا القوانين دي جايه عن طريق التجارب العمليه. السي اس السيرفيس لاير ديريتنج فاكتور اللي كان موجود في القانون اللي في السلايد اللي فات. الرو السوير ريزيستيفيتي،
المقاومة النوعية للتربة، التربة ككل، التربة كلها. تخيل نفسك في محطة كهرباء في طبقة من الخرسانة وتحت منك رملة عادية أو طينة، الطينة أو الرملة دي الرو بتاعتها هنعرف بتيجي ازاي، ولها قيم ثابتة من الجداول. الرو اس الريزستيفيتي اوف سيرفيس لاير ماتيريال، الماتيريال زي ما قلنا دلوقتي مثلا محطة الكهرباء بتنعمل طبقة من الخرسانة مثلا، طبقة الخرسانة دي الرو اس دي بتاعتها الريزستيفيتي بتاعتها، تحت من الخرسانة مثلا المحطة دي معمولة في أرض زراعية فالطبقة اللي موجودة طبقة طينة مثلا، يبقى الرو السور ريزستيفيتي بتاعت الطبقة الطينة دي، أو معمولة مثلا في محطة في الصحراء الرملة العادية بتاعت الصحراء بتبقى الرو بتاعتها، والرو اس طبقة الخرسانة اللي معمولة دي التشطيب أو طبقة الرخام المعمولة دي الرو اس بتاعتها. هتجيبها ازاي؟ برضو من الجداول الرو أو الرو اس. الـ HS السيكنس اوف سيرفيس لاير، السيكنس طبقة الخرسانة دي كم سنتي، أو طبقة مثلا الرخام دي كم سنتي تمام، أو طبقة البحص أو الزلط اللي محطوطة مثلا دي كم سنتي، الجرافلز دي مثلا كم سنتي تمام كده، بتعوض بقى في القانون ده بتطلع السي اس بتاعتك. الرو عرفناه والرو اس عرفناه والاتش اس عرفناه، تحطها في القانون تطلع السي اس تمام. طيب الافكتيف اوف سيرفيس لاير ماتيريال، الطبقة التشطيب دي اللي بنقول عليها خرسانة او الزلط او الحصى، الطبقة دي تأثيرها ايه؟ الطبقة دي لها تأثير عالي جدا في الستيب فولتج، في الستيب فولتج او التاتش فولتج، لان دي الطبقة اللي تحت رجل الانسان مباشرة اللي من خلالها هيمر التيار الكهربي للارض. فالطبقة دي لو مقاومتها عالية بالتالي هتبقى محصلة مقاومة الطبقة دي ومحصلة مقاومة الانسان هتعلى، وبالتالي التيار اللي هيمر في جسم الانسان هيكون قليل. طب لو الطبقة دي مقاومتها صغيرة يبقى بالتالي التيار هيمر من جسم الانسان وينزل على الارض مباشرة، وبالتالي محصلة المقاومة الكلية تبقى قليلة وهيمر تيار كبير في جسم الانسان. قالك ايه بقى؟ في هنا قالك ان لو كانت الطبقة ديت من 8 ل 15 سنتي السكنس بتاعها للكراش روك، يعني الروك مثلا صخر اللي هو المطحون او المتكسر الحتت صغيرة، لو كانت طبقة من ده من 8 ل 15 سنتي هتكون layer of high resistivity material over the surface within substations increases allowable touch and step voltage. وبالتالي this is because a high resistivity surface layer provides additional series resistance with the body thereby reducing the body current. زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، هتزود المقاومة بتاع جسم الانسان، هي مع جسم الانسان هتبقى المقاومة عالية وبالتالي هتقلل التيار المر في جسم الانسان. طيب عشان كده نلاحظ ان محطات الكهرباء مثلا او محطات التوزيع، محطات شركات التوزيع، بتلاقي الطبقة خرسانة، بتلاقي الطبقة دايما خرسانة. ليه بتكون خرسانة؟ عشان مقاومتها بتبقى عالية جدا زي ما احنا شايفين كده. المقاومة او المقاومة النوعية السويل بروبرتيز اوم ميتر، اقل حاجة الميتلز المعادن، الجرافيت وانت ماشي، السولت ووتر وانت طالع كده، الكلاي اللي هو الطينة او الطمي، اعلى مقاومة نوعية الكونكريت الخرسانة او الجرانيت او الروك تمام. المقاومة النوعية بتبقى 10 و6 10 و5، يبقى وانت طالع كده المقاومة النوعية بتزيد وبالتالي المقاومة ايه بتزيد. حلو كده، يبقى احنا عرفنا السبب ان في محطات التوليد او محطات التوزيع بتبقى الطبقة اللي محطوطة في الارض بتبقى خرسانة عشان المقاومة النوعية بتاعتها بتبقى عالية وبالتالي مقاومتها هتعلى وبتكون سيريز مع جسم الإنسان وبالتالي المقاومة الكلية هتكون عالية. طيب تعالوا ناخدوا اكزامبل، احنا عرفنا القانون بتاع الاي تاتش والاي ستيب، وعرفنا الفاكتورز اللي موجودة، العوامل اللي موجودة فيها احسبها ازاي. تعالوا ناخدوا اكزامبل، بيقول لك اكزامبل عايز احسب الاستيب والتاتش فولتج لإنسان عنده 80 كيلو فولت. الانسان ده واقف على طبقة 120 ملي يعني 12 سنتي سيكنس لير اوف كراشد روك، خرسانة متكسرة يعني تمام. الكراشد روك ريزيستيفيتي الرو اس 3000 اوم تمام، والسيكنس 10 سنتي، والتشوك ديوريشن يعني التايم اللي انا هفصل فيه او التايم اللي هتعرض له الانسان لحد ما افصل التيار الكهربي او لحد ما افصل الفولت 15 من 100 سكند تمام، والسوير ريزيستيفيتي 300 اوم متر تمام. يبقى الرو والرو اس والاتش والتي كل ده عرفناه من هنا. السوليوشن احسب السي اس اول حاجه، السي اس من الحاجات اللي فاتت الار كانت 300 والرو اس 3000 والاتش السيكنس كانت 10 1 من 10 متر
وتسعة من مية ده فاكتور ثابت، طلعت قيمة الايه السي اس. تمام. الستيب التانية احسب الاي تاتش. الاي تاتش كانت بتساوي الار بي اللي هي 1000 زائد 1.5 سي اس في ار اس في القيمة ديت. تمام. القيمة دي ده القانون برضو نفس القانون اللي احنا قلنا عليه اللي فات، مفيش فرق يا جماعة ما بين القانون ده والقانون اللي فات. القانون اللي فات اللي احنا قلناه هو هو نفس القانون ده، نفس النتيجة. تمام. هعوض تعويض مباشر، ده الار بادي طبعا، الاي بادي اسف الاي بادي، السي اس جبناها والرو اس عندنا 3000، وده الاي بي. الاي بي هطلع الاي بي من هنا ل 70 كيلو جرام من القوانين اللي احنا قلناها اللي فاتت. هطلع اعوض في تعويض مباشر، اطلع القيمه 1720 فولت. الثاني الستيب فولتج، ده التاتش فولتج. الستيب فولتج اعوض في القانون ده بشكل مباشر برضو نفس القانون اللي احنا قلناه قبل كده، تعويض مباشر. تمام. الفرق بس اللي هنا 1.5 هنا 6، هعوض تعويض مباشر هيطلع 5664 فولت. دي قيم الستيب فولتج وده التاتش فولتج. هنتكلم ازاي نحل المشكله دي. احنا قلنا حلها في محطات الكهرباء وشركات الكهرباء، ازاي نحل المشكله دي في المصانع وفي المشاريع مستشفيات. تمام. وازاي نحل المشكله دي في البيوت، مش بس بالتقريض، كمان لو ما عنديش تقريض ولا نظام تقريض نهائيا في البيوت، ازاي احل المشكله دي وازاي اتغلب على مشكله، او ازاي امنع حدوث الصاعقه الكهربيه، او ازاي اعمل تقريض لكل الاكويبمنت اللي عندي في البيت حتى لو ما كانش فيه سلك تقريض. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. كان معاكم المهندس علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.